وللمزيد ينضم إلينا مباشرة من مقر انعقاد الجلسات الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، بعد التحية انقل لنا الصورة لديك وأيضا أهم المحاور التي تناقشها الجلسات. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرتم، اليوم هو اليوم الأول في الأسبوع السادس من المرحلة الثانية للحوار الوطني، بعد أن تم رفع التوصيات الخاصة بالمرحلة الأولى للسيد رئيس الجمهورية ليتم التعامل معها إما بالطريقة التنفيذية المباشرة أو حتى بتحويل بعض القرارات أو التوصيات إلى المجالس التشريعية ومجلس النواب ليتم أخذ الرأي فيها وآليات تطبيقها بالفعل على أرض الواقع. الحديث اليوم حول القانون الخاص بالأحزاب السياسية وتمويل الأحزاب السياسية الذي أقيم هذا القانون منذ دستور 71، وتم التعديل الأول والأخير عام 1977، ومنذ ذلك الوقت دخلت عليه بعض التغييرات المختلفة، إلا أنها يعني منذ فترة طويلة حسب آراء المشاركين اليوم في الحوار الوطني ربما أصبحت غير ملائمة للوضع الحالي أو الوقت الحالي الآن. لذلك الحديث الآن في هذه الجلسات تتمحور حول النقطة الأولى، وهي التمويل الخاص بالأحزاب. تمويل إما يكون من الدولة لمساعدة الأحزاب على القيام مرة أخرى، أو حتى التفرقة بين تمويل الأحزاب وتمويل الجمعيات، والفرق بين آليات التمويل للأحزاب والجمعيات. الجزء الآخر أيضا هو جزء الدمج الخاص بالأحزاب، نظرا لكثرة الأحزاب السياسية وفي بعض الأوقات توافق بعض الرؤى إما بالموالاة للنظام الحاكم أو حتى المعارضة، آليات جديدة لدمج هذه الأحزاب وهذه الرؤى تيسيرا لدخول هذه الأحزاب وهذه الرؤى المختلفة في العملية الانتخابية الخاصة بالمجالس التشريعية أو غيرها من المجالس التشريعية والنيابية. أيضا هناك الجزء الخاص بالشؤون، شؤون الأحزاب، وهي مثل لجنة قضائية أو أعضائها أعضاء قضائية للتعامل مع آليات تيسير هذه التشريعات والقوانين وتطبيقها بالفعل للتفرقة بين الأحزاب والتأكد من اتباع هذه الأحزاب للقوانين الخاصة بالنسب المختلفة المشاركة من المرأة، من الشباب، من ذوي القدرات الخاصة، للتأكد من أن هذه الأحزاب تقوم على القوانين كما هي بالفعل. هذه نقطة. النقطة الأخرى الخاصة أيضا بالحريات وحرية الرأي والتعبير، كان هناك نقاش كبير حول هذه النقطة وخصوصا من جهات المعارضة المتواجدة بالفعل في الحوار الوطني. وعند نقاشي مع أحد المشاركين من جهات المعارضة تحدثوا عن أن هذا الحوار الوطني خصوصا بعد الترشيحات التي خرجت أو التوصيات التي خرجت في المرحلة الأولى بالفعل أعطتهم دفعة أمل، لأن هذه التوصيات بالفعل سيتم تطبيقها، وهذه دفعت أمل لهم للمشاركة لجميع الآراء، بل حمستهم أكثر للمشاركة في المرحلة الثانية، وخصوصا بعد خروج الكثير من المحكوم عليهم يعني عن طريق لجنة العفو الرئاسية. هذه كانت نقطة. والنقطة الأخرى أيضا المساحات المختلفة لإبداء الرأي وإبداء مجلس أمناء الحوار الوطني، الرغبة الكاملة لسماع جميع الآراء، وأيضا الرغبة في التغيير الكامل للقوانين الموجودة حسب الرؤى المتنوعة سواء كانت معارضة أو غير أو موالاة للأحزاب المتواجدة الآن. لذلك كانت هذه دفعة كبيرة لهم للمشاركة بشكل أكبر في المرحلة الثانية، وما زالت هذه الجلسات مستمرة بالطبع لنتابع سويا آخر التطورات. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصرية.